كرة كريم حمدي آخر الكرات مهدي نفقي. مهدي نفقي يرجع للنصف والمنتصف لمنتخب التونسي بين المباراة على وشك النهاية. تختيف الوقت البديل، الوقت الضائع في المباراة. الجزيري يحاول يضغط المنتخب التونسي، كرة ترجع خطيرة. زياد الجزيري يحاول المنتخب التونسي، زياد الجزيري وزع كرة بالراس وهدف التعادل، وهدف التعادل بالشعيدي. رادي شعيدي يتعادل المنتخب التونسي والأمير لا يخسر مع الأشقاء العرب. المباراة مثيرة جدا، المباراة كبيرة جدا، وشعيدي يرجع ويحلق مع النصور. هدفين لتونس، هدفين للسعودية في لقاء الكبار. بالفعل اللحظة الصفر، اللقطة الأخيرة، تونس تعود من بعيد ويرجع لها. هدفين للمنتخب السعودي، هدفين للمنتخب التونسي. خضراء وأخضر يساوي الروعة. 4 أهداف الشعادي يبدأ. الجزير يوقف كورة الأمل الأخير، يوزع وشعادي بالرأس. أكيد الدين الأخضر من تونس الخضراء. الدين الدين مباراة كبيرة، مباراة روعة. الشعادي من الرقابة مثل ما غلط الدفاع التونسي في الكونتر أتاك، مثل ما غلط الدفاع السعودي في المتابعة والمراقبة. هدفين لهدفين واخر كورة، يمر الجزيري، المنتخب التونسي ترجع للكورة، المنتخب التونسي ترجع للكورة الأخيرة في المباراة. سيكون سيناريو هيتشكوك، وأنا أعلم أنه الفريق هيتشكوك الإنجليزي.